أنت خبير في شؤون الانتخابات وأنت من المبشرين بالتزوير حتى قبل حدوثه حتى في عام 2018 لما تمت التجربة الثالثة للشركة الفاحصة كان كل ممثلي القوى السياسية الآن الخاسرون والرابحون موجودين. ليش ما تم الاعتراض على هذا؟ على قول تهنى قبل قبال قبل ما توقع الفاس بالرأس، ليش الآن كثر الصراخ؟ هو لذلك أقول لك أن الموقف انتهازي، لأنه كل كان يأمل في أن يقع أنه حصته من التزوير بما يرضيه، وبالتالي لن يتحدث بالأمر. هذه الإشكالية الأساسية. مو قلت لك هم يوم تابعين زين، هم الجو بعض القوى السياسية الجوي زين، أنتوا جايين لا تفهمون بآي تي، لا تفهمون بأي شيء كآخر، وجايين طرق نفسكم وقاعدين تتفرجون إيه والله وهذا زين. أنا كقوى كقادة كأحزاب من أجي أجيب وياي فريق خبراء من الآي تي حتى يسألون يناقشون إلى آخره حتى أقتنع، مو أنا جاي طرق نفسي ها والله شاف لي صندوق وما يعرف شكو ماكو بيه ها، وهو يعني يقول الأجهزة، ما أنا قلت لك هاي الأجهزة عسى أنا بغض النظر ما أعرف إنه حدثت تزوير ما حدث تزوير، لا ما لأن أنا ما عندي يعني الوثائق أو الأساسيات، لكنه أنا عندي موقف مبدئي من البداية أقول لك نعم. الشركة اللي تضع برج التجارة العالمي على موقعها الإلكتروني وتقول هذا برجي يعني هذا موقع في سي أول، ليش أتوقع منها الأمر جيدا؟ هذه الشركة نفسها منعت في كوريا في 2020 تقرير، عندي التقرير لو تريد أرسلك إياه، منعت من قبل مجلس النواب، يعني الأجهزة نفسها بعد ما تستخدم في كوريا، يدرون السياسيين زين هذه الشركة تدري كم عدد يعني عمالها، مفروض هي شركة منتجة 28 عامل، يعني مع المدير مع الإدارة مع المحاسب مع الشايشي مع كذا، زين شو الشركة منتجة وأنا عندي 28 موظف؟ يعني شنو هاي الشركة؟ زين تقرير السفارة العراقية في تركيا قالت هذه الشركة غير رصينة وإلى آخره. وكل هذا اللي تقول بيه احنا نبهنا عليه بالبرنامج قبل أشهر.